احتاج لست حبات بطاطا مهروسة، ملح وفلفل، معلقتين كبار من زيت شعبان، واثنين كوب خبز توست مطحون، ملح وفلفل، بابريكا وبودرة الثوم وبودرة البصل. للحشوة بنحتاج معلقتين كبار زيت شعبان، اثنين كوب فطر مفروم، ستة كوب سبانخ، ملح وفلفل. أوكي، بلشت بزيت شعبان عم بقلي البصلة، هلأ رح أضيف لهم شوية ثوم. هدول مش مكتوبين على فكرة بالمقادير، انتبهوا، ناسي أنا أكتبهم. بصل والثوم عاد هم مهمين جدا، عم نقليهم بالزيت. وهلأ بدي أضيف لهم كمية من السبانخ. هلأ دانا السبانخ اللي أنا مستخدمته هون بيبي سبينتش، فما رح أقطعه. إذا كانوا الوراق كتير كبار طبعا مفروض إنه ينفرم شوي. أوكي. فرح أنزله برضه. طبعا هلأ رح يكش كله على النار، بيتضاءل حجمه، بس خلينا نوطي النار شوي لأنها عالية. إذن حطينا بصل وثوم وسبانخ بزيت بس فقط. هلأ عبين ما يبلش يدبل معانا السبانخ رح أضيف له بس ملح وفلفل، ما فيه أي بهارات لأنه كل الطعم أو التتبيلة رح تكون بنفس أقراص البطاطا من برا. فهلأ هاي معلقة الملح رح نضيف لها هلأ شوية فطر، فهيك صارت أكلتنا نباتية تماماً. تقدروا كمان إذا بتحبوا إنكم تضيفوا ذرة بيطلع برضو زاكي معاهم. فإذن بس ملح وفلفل، بصل، ثوم، زيت، سبانخ وفطر. هاي الخلطة لازم تبرد. وأنا هلأ بدي أعمل تتبيلة البطاطا. البطاطا طبعاً أنا عندي هون ست حبات من البطاطا اللي سلقتهم وهرستهم. بدي أحط عليهم شوية فلفل، ملح، وهون حاطة بودرة ثوم، بودرة بصل وبابريكا. تمام؟ أهم مكون رح يدخلهم هلأ هو خبز التوست. دانا أخذت أنا خبز التوست وطحنته بدل ما نحط برغل، لأنه في مرات كمان بعض الوصفات مع برغل، رح أحط شوي خبز توست وبيعطيها قرمشة. يعني بتطلع مقرمشة وكتير طيبة، أحسن من البرغل يعني؟ مش أحسن، إنه هي وصفة مختلفة يعني تختلف عن هديك. طيب رح أعجنهم كلهم مع بعض. لازم توست صح؟ يعني أو حشوة لب، أي خبز، إذا عنا خبز بانز بزبط، خبز حمام بزبط، المهم إنه حشوة الخبز نفسه. أوكي. أنا بس فارمتها على محضرة الطعام، شايفة أنا ما بحب أشتغل فيهم هدول، بس رح أكمل. هلأ برضو يفضل حتى تتماسك معاكم صح، شوفوا كيف قوامها، تكون البطاطا شوي باردة. يعني أوكي. أنا بعد ما سلقتها وهرستها حطيتها شوي بالثلاجة قبل ما أشتغل فيها. هلأ شايفين كيف بدي أشكل هيك منها قرص. رح أزيد نقطة زيت صغيرة، هاي أسهل لي عشان تكون كمان أسهل لما بشكلها بالإيد. شايفين كيف بدي أعملها على شكل قرص وأعملها زي التجويف، مش تجويف بس إنه هيك بالوسط حتى أقدر أحط الحشوة جوا. أوكي. هلأ شايفة بس دانا قدي عم بحط أنا من مقدار الحشوة بالنص، وهلأ عم بسكرها بس بالقسم الثاني. ورح ارجع دانا، شوفي ايش رح ارجع اعمل، رح ارجع اغلفها كمان مره بالتوست. ايوه هذا السر، هذا رح يعطيها كل القرمشه اللي بدنا اياها. طبعا تقدروا تصغروهم، تقدروا تكبروهم، تقدروا تعملوهم. رح يجيني هلا سؤال نعملهم صينيه بالبايركس، بصير اكيد. هلا الحلو انه انا شويتهم يا بالفرن يا باللايت، يعني اذا عندكم شيء بدون زيوت بزبط، ما بقليهم، في ناس بقلوهم. فرح احط بس هيك، شوفوا معلقتين من الزيت من برا حتى يساعدها تتقرمش، امسحها فيها. ايوه. وندخلها على فرن حرارته 180 في صينيه لمده تقريبا 10 دقائق لربع ساعه فقط، بس عبين ما تقدروا انكم تقلبوها اذا حسيتوها احمرت من تحت اكثر. تمام. وهيك جاهزه. شكراً لمتابعتكم، وما تنسوا تشتركوا معنا بالقناة حتى يوصلكم منا كل إشي جديد.